اليوم نحن هنا في موقع احتفال محافظة العاصمة وأمانة العاصمة، الاحتفال بمناسبة العيد الجلوس والعيد الوطني لمملكة البحرين. من هذا المنصة ومن هذا الموقع نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة، مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وإلى حكومة وشعب البحرين بهذه المناسبة العزيزة. نحب نرفع اسمايات التهاني والتبريكات الى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه، والى صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان رئيس الوزراء المعقل، والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه، وشعب البحرين الوفي، ونقول لهم كل عام وانتم بخير والف خير ان شاء الله. أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، والله يديم نعمة الأمن والأمان على شعب البحرين ويحفظ لنا حكومتنا الرشيدة، وكل عام وكل مواطن بحريني ومقيم بحريني سواء كان مقيم عفوا على أرض مملكة البحرين بكل أمن وأمان. على كثير من دول فاقتها بالإمكانيات.